سائل يقول: طلبت امرأة الطلاق من زوجها لأنه تزوج بأخرى فرفض، وحاول معها مرارا لكي لا ينهدم البيت، فرفضت المرأة وأصر على عدم الطلاق، فرفعت قضية وحكمت لها المحكمة بالطلاق، فأخذت عفشها ونفقتها والمتع والمؤخر، لكن أخوها قال إن ما ترتب على هذا الطلاق باطل، وعليك أن تردي إليه أشياءه استنادا لحديث أتردين عليه حديقته، فما الحكم؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إن كان فقط طلبها للطلاق لكونه تزوج عليها، فحينئذ إذا رفض الطلاق عليها أن تختلع، فإذا اختلعت فترد عليه حديقته أو ما اتفق عليه من أشياء ترد إليه. أما ما أخذته بناء على قرار المحكمة من نفقة ومتعة وغير ذلك فلا يجوز لها إلا في حال الطلاق للضرر، والله أعلم.